عايز تعليق على موضوع المانشيتات والحاجات من حقه، من حقه طبعا، يعني من حقه يتقال عليه ملاكي. لا العنوان يقول اللي هم عايزينه بالمناسبه، يتحمل مسؤوليته من عمله، لكن ما يديش اشارات وانه اسقاطات واستعاره مكنيه واستعاره معنيه. انت معايا اولا في الصحافه انت حر فيما تفعل، ده عنوانك وانت حر. لا انا مشجع، ما ينفعش ارد عليه. لا انا رديت عليه خلاص بقى. لا لا طب انت مش هترد عليه. هاب ما احنا عملناها في المصري اليوم. احنا عملناها، قلنا الزمالك عريس في ليله الخميس. عادي وارد جدا، مداعبات مع الجمهور يعني الاهلي يعني احنا جورنال مستقل وعملناها. والمسا كانت بتعمل لا ملاكي الاهلي رد عليها، ملاكي الاهلي رد عليها، ملاكي الاهلي كابتن خطيب طلع بيان، وطبعا بيان محترم ان هو اكد رفضه واحترامه لمنظومه التحكيم. فمعنى ان انت ترد عليها يعني معنى ان النادي الاهلي نفسه معترض عليها. ايهاب الفولي الكره ضربه جزاء بتاعت الاسيوطي، بتاعت ضربه دي تقديريه للحكم.